تقسم الاذية الليف العصبي الى قطعتين واحده قريبه ما قبل منطقه الاذية واخرى قاسيه ما بعدها في القطعه القاسيه تختفي تدريجيا الحويصلات بسبب استمرار هجرتها باتجاه المشبك العصبي هي هجره بطيئه مستهلكه للزمان وهي هجره لا تنتهي الا بانتهاء اخر حويصل صادف ووجد بعيدا عن منطقه الاذية عندها يختفي وسيط النقل العصبي من الشق المشبكي لانكفاء الحامل والمحمول بذلك يكون التنكس الفاليري مرتبطا اساسا بهجره وتاليا باختفاء عديد الحويصلات التي صادف وجودها بعيدا عن موقع الاذيه العصبيه لحظه الحدود متى تم إصلاح الخلل ورفع العائق أمام تقدمها باشرت الحويصلات هجرتها من جديد بخطوات وعيدة لكن ثابتة تتابع الحويصلات تقدمها باتجاه المشبك العصبي ومتى بلغته ألقت محمولها من وسيط النقل داخل الشق المشبكي عندها يعود الليف العصبي قادرا على استئناف عملية النقل العصبي وعندها أيضا نقول بتمام عملية التجدد العصبي